أنا تلميذ بلياطة صايب عبد الرحمن، متمدرس بمتوسطة الإخوة الشهداء لوكية بصالح باي، متحصل على المرتبة الثانية ولائيا بمعدل 19.81. الحمد لله أولا الذي وفقني للحصول على هذه المرتبة المشرفة والتي أوصلتني إلى هذا الحفل البهيج. أشكر الوالي ولاية سطيف وكل السلطات على هذه الالتفات الطيبة والتي من شأنها أن تحفز تلاميذ النجباء للمزيد مستقبل. أشكر والدي اللذان دعماني طيلة المشوار الدراسي. أشكر جميع الأساتذة اللي قرأوني من السنة الابتدائية للآن. أنا تلميذة ذيب مريم المتحصلة على شهادة تعليم المتوسط دورة جوان 2023 بمعدل 19.89 والمفتكر للمرتبة الأولى ولائيا على مستوى ولاية الصيفة. يشرفني أن أكون حاضرة في هذا الحفل التكريمي الذي كان على شرفي وشرف زملائي الطلبة المتحصلين على شهادة تعليم متوسط وعلى شهادة البكالوريا. إنه لشرف أعتز به ولفخر سيبقى في قلبي طيل حياتي. أشكر كل المنظمين والمنسقين في هذا الحفل، على رأسهم والي ولاية سطيف على هذه المبادرة الطيبة. إنه حقا لفخر لنا جميعا أن نكون متواجدين في هذه المناسبة السعيدة. أشكر كل من وقف معي طيلة هذا العام والذي كان سببا في نجاحي، أولهم الله سبحانه وتعالى، فهو ولي التوفيق والذي من علينا بهذه البركة وهذه النعمة العظيمة. وفي المرتبة الثانية والدي الأفاضل، أمي وأبي اللذان كانا معي طيلة هذا العام بل طيلة مسيرتي الدراسية، لقد كانا سندا لي وساعدا لي. أنا تلميذ بن تافت حسام، متحصل على تقدير ممتاز. يعود هذا التقدير لجهودنا وجهود آبائنا وجهود مؤسسة، وأشكر الأساتذة المؤسسة والإطار التربوي. أما بعد، أشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة التي من بها علي، وأشكر والداي الكريمان اللذان رافقاني طيلة مشواري الدراسية، وأشكر جميع الطاقم التربوي لولاية سطيف عامة، وخصوصا أشكر الطاقم التربوي لمتوسطة شليح المكي. تلميذة ميرا هبة، متحصلة على شهادة التعليم المتوسط بمعدل 19.22 من متوسطة الشهيد العريبة السعيد بابور. أولا الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى الذي وفقني في نيل هذا المعدل. أهدي هذا النجاح للوالدين الكريمين حفظهما الله، فهذا كله بفضل دعمهما لي ومساندتهما لي طوال مشواري الدراسي. كنت تلميذة عبوش ياسمين، متحصلة على شهادة التعليم المتوسط بمعدل 19.21 من متوسطة شليح المكي. أولا يعود الفضل لهذا النجاح لوالدي، والفضل لله أولا ثم لوالدي، ولا ننسى مجهودات الأساتذة التي بذلوها طيلة السنة، لم يتركونا لدقيقة واحدة. باسم الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، نحن جد مسرورين بحضور هذا الحفل التكريمي المنظم من طرف السيد الوالي ولاية سطيف. أولا نهنئ التلاميذ المتفوقين في شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا دورة 2023، ومن خلالهم إلى أوليائهم، ونحن جد مسرورين بهذه المكانة المرموقة التي تحصل عليها تلاميذ ولاية سطيف وخصوصا على المستوى الوطني. كذلك نبعث برسالة شكر وتقدير واحترام إلى المؤطرين على رأسهم السادة والسيدات الأساتذة، الإداريين على رأسهم السيد مدير التربية، والإطارات الصاهرة على هذا الحفل وعلى هذه المجهودات المبذولة من طرف الجميع. وثمن الحفل البهيج احتفالا بأبنائنا المتفوقين في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط، كما نثمن جهود والنتائج التي تحصل عليها أبناؤهم خاصة من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين
رفعوا رؤوسنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا العيداني أشواق، تلميذة من متوسطة معطي محمد البشير، أدرس سنة رابعة متوسط ببلدية تيزين بشار سطيف. أشكر والدي اللذاني رفقاني طوال مشواري الدراسي، وأتقدم بخالص الشكر للمتوسطة خاصة الأساتذة وكل الطاقم الإداري والتربوي لها.